السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. ريال مدريد اشتروا لاعب جديد اسمه بريتو، سيبدا يا اصحاب في مباراه نهائي برشلونه. نحن قمنا بتدميرهم في الليغا نهائيا. انا هو الهداف 37 وفينيسيوس جونيور 21 فقط المسكين. المهم اخر مباراه لعبنا النصف النهائي فوزنا ضد فالنسيا 3-1. اليوم سنلعب نهائي الاحلام ضد ريال مدريد في الكوبا ديال اسبانيا. خسرنا سابقا احد الكؤوس في الحقيقة السابقة، نسيت ما اسم ذلك الكأس، بسبب المدرب بطبيعة الحال، لأن المدرب قرر إخراجي في الدقيقة 89 من المباراة. وبعد الشيء الذي حدث مباشرة بعد ما خرجت من تسجيل هدف، أنا علي كيف حدث هذا؟ لست متأكد. توقعت على الأقل بأننا سنذهب للأشواط الإضافية، هذا لم يحدث نهائيا. وكزافي أصدقاء بدأ يندب المسكين، لأن فعل أكبر غلط في حياته التدريبية هو أنه قام بإخراجي. وبداية اللقاء مباراة عالمية جدا في البرنابيو. هيا اعطي الباس، عقب ذلك اللاعب ما يفعل، اعطي الباس هناك الفوق. الباس اول شيء عليكم فعله اعطاء الباس انا الاول لكي اقوم بتوزيع الكرات. هجمه خطيره جدا من مدريد، فينيسيوس امسك بها. شير كيف يلعبون علينا شير الباسات لكن الكره واو جاءت عندي، اعطيته باس خطير. هيا بسرعه، جيد خذ دمره. هيا جميل جدا، اعطيته الباس، لم اريد نهائيا تسديد، بل اردت ضمان الهدف. وبالفعل صديقنا رقم 14 قام بتسجيلها، دمروا. هذا النهائي من الضروري الفوز به، لا يجب نهائيا الاستهانه بنهائي الكوبا ديراي خصوصا ضد ريال مدريد. ولا تنسوا بان ريال مدريد هو النادي الذي يتنافس معنا في الليغا، مازلنا نتقدم عليه بعد بالكثير من النقاط. ممكن ان نحن متقدمون عليهم فقط بثلاثه نقاط، نعم مازال الامر صعب. هيا لم يعطيني الباس يا اصدقاء في الوقت المناسب. ممتاز العرضيه، دمر يا حبيبي. هيا ذهبت عند الحارس، جيد اعدناها مره اخرى، ممتاز. هيا باص عالمي، مي هناك يا حبيبي. واو دمرته يا اصدقاء، اعتقدت بان ستدخل بسهوله او انني ساضيعها، لكن الشيء الذي حدث هو ان الحارس ضربها يا رفاقي، اصابها الحارس رغم كل هذا كانت تسديده قويه. باص عالمي جدا، شاهد هنا، نعم اصابها الحارس، كانت قويه جدا عليه، فلم يستطع مع الاسف تحمل الامر. وأبت الكرة إلا أن تدخل. والمدريديون لم يفهموا أي شيء، وأصلا المدريديون لم يلعبوا بشكل جيد صراحة في هذه المباراة، لاحظتهم أنهم لم يضغطوا علينا، يضيعوا الكرات، يراوغون، لا أعرف الشيء الذي حدث لهم، كأنهم أكلوا شيء ما قبل أن يبدأوا هذا اللقاء. هيا العرضية الآن، دمره. واو نصف هوائي عالمية جدا مرة أخرى، لا أنهيت بهذا، وهذه النصف الهوائي ليست عادية، سنشاهدها. العرضية الآن، وراقبوا، شاهدوا كيف، نعم ليست عادية النصف هوائي، لماذا؟ لأن ضربتها بخارج القدم. هاي الكرة جاية في السماء، راقب. رأيتم؟ ضربتها بخارج القدم. نعم لم أضربها يا أصدقاء مباشرة بالقدم، بل بخارج القدم، لهذا السبب ارتفعت الكرة شيئا من السماء. لكن لقطة خطيرة، ممكن أن تكون هذه هي الصورة الظاهرة في الفيديو. 3 أهداف ضد ريال مدريد، أكلوا المعجون في هذه المباراة. لا يلعبون نهائيا بشكل جيد، وهذا أمر عجيب في لعبة الفيفا، بعض المباريات تكون قاتلة جدا مدمرة، أضطر لكي أعود للدفاع وأتعب كثيرا في اللقاء وفي الأخير نخسر في اللقاء، لكن في هذا اللقاء أنا مرتاح الآن، أبقى في مركزي في الفوق، غير مهتم نهائيا، شاهدوا الفراغات لا يضغطون علي، أمر غريب. سجلت الرأسيات، سجلت ضربات الخطأ، سجلت 2 من نصف هوائيات، لكن لازلت لم أسجل بعد ضربة مقص فعلتها مرة واحدة فقط، ومرت بالقرب من المرمى، لكن مع الأسف لم يسبق لي أن سجلت نهائيا ضربة مقص في هذه اللعبة. لا تقلق، الكرة لازالت عندي، انتظر، واو أخذوها، سأعود دونت وري، ممتاز، أعادها المدافع. هيا. لم يقوموا بإخراج الكرة بطريقة جيدة، لكن الحارس بطبيعة الحال ضغط على مثلث لكي يخرج، وخرج وأمسك بالكرة كأنها لا شيء. حسنا اعطيني الباس الآن، جيد، ذهبت، مي هناك يا حبيبي، دمرته، عرفته، إذا لم تضرب في أي مدافع تلك الكرة ستدخل. وبعد هذا الهاتريك سأخرج يا أصدقاء، لن أستمر في اللعب لأنني دمرتهم صراحة. نهائي سهل هذا جدا، نترك فرصة للاعب آخر لكي يلعبوا النهائي هم كذلك ويستمر. فوزنا بـ5، ديوبوا سجل الهدف بعد ما خرج. وينر تشيكن دينر، كأس الكوبا ديال ري في الجيب. المباراة القادمة خطيرة جدا لأننا سنلعب ضد أبطال أوروبا ليبزيغ، فازوا يا أصدقاء في السنة الماضية بالتشامبيونز ليج، لا يجب نهائيا الاستهانة بهم. آخر مباراة لعبناها ضد ريال سوسيداد قمت بتدميرها، مباراة سهلة جدا لم أقم بنشرها معكم. إذا استطعنا الفوز ضد ليبزيغ سنذهب للنهائي. ليفربول تعادل ضد باريس سان جيرمان، بداية عالمية جدا ضد ليبزيغ.
ليبزيغ من البداية يحرك الكرة بطريقة رائعة صراحة. المباراة ضدهم لن تكون أبدا مثل المباراة ضد ريال مدريد. ريال مدريد كأنهم أهدون ذلك الكأس. في الليغا لعبوا بشكل خطير، لكن هنا لم يلعبوا بشكل جيد. جميل، باص عالمي أنا. هربت يا حبيبي، هربت. هي جيد، دورت ممتاز. خذ، دمر أرجوك. لا دمر يا صديقي، أعطيتك الكرة لكي تدمرها. الآن علي إعطاؤها العرضية مرة أخرى. هيا، واو 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 يا حبيبي، يا ديونج. راقب، سأحاول إعطاؤهم عرضية مميز جدا. العرضية أحب أن أسددها في الضفة الأخرى. رغم كل هذا جيد، هيا سدد. لا، لماذا لم تسدد؟ لا، ضيعوها يا أصدقائي. راس وراس الحارس ولوحده، لم يضغط عليه أي لاعب ولم يسدد. بعض الأحيان يفعلون بعض من الأمور الغريبة جدا. عدت وسط الميدان لكي أقوم بإعطاء الباس. هيا وسط الميدان، أعطي، أحسنت. أنا سأهرب في الجناح. يا سلام، باس عالمي هذا. كنترول، ليتس جو. ذهبت، يا سلام، مررت من هناك يا حبيبي. واو، ضغطوا عليه، هذا سبق رأى التسديد. العرضية أكره شيء، أنا ما رغم كل هذا سأحاول إرسالها. هي دمرها الآن، لم تصلها على الرأس. أعطيني الباس في الفوق، أنا عرفت بأن سيطبز لها العين. دمره الآن، لا، أحسنت، جيد. أمسك بها. لحد الآن نحن مسيطرون. مباشرة بعدما قمت بإمساك الكرة دورت الكرة، هربت من هناك يا حبيبي. دمرته 100%. هذا لن أتحدث، لأني عندما أكون في الجانب في الفوق الرجل اليمنى عندي قوية، وأمر بتلك الطريقة سأسجلها. لكن لا أعود للدفاع، سأعود فقط وصلت الميدان كي لا أقوم بتخفيض الهيلت. أحسنت، خذ، هيا اجري 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 اجري، اعطي الباس من هناك حبيبي. دمرت، عرفت بأن يسوني. لا وجود الأوفسايد تساوي الهدف. هداف تشامبيونز ليغ، هداف البطولة. أنا هنا ومن هنا ليبزي. لقد فزتم في المرة السابقة، لكن الآن لن تفوزوا. المرة السابقة تم إقصاؤنا صراحة من هذا الكأس، وعندما يتم إقصاؤنا فإني لا أغش نهائيا. تم إقصائي، تم إقصائي، لن أعيد المباراة ولا أي شيء. لدينا مباراة واحدة فقط. وان ماتش وان تشانس، وين أور لوز. أحسنت، باص عالمي هذا، خذ، يا سلام. واو واو واو، أصبحت أعطي الباصات مثل رونالدينيو في هذه الأثناء. هيا يا للروعة. كرات وروعة. بعدما سجلت هدفان أنا أقوم بفعل الألاعيب. رأيت صديقي في الجناح لكن لم أريد إعطائه الباص. رغم كل هذا فإن هدفان نتيجة لا شيء. أحسنت، يا للروعة، ما هذا الباص يا صديقي. خذ، هيا دمر يا صديقي، سدد، يا للروعة. واو واو واو، سدد عليه الباور شاط يا صديقي، أخذ كل وقته. أحسنت، ديبو، عندما أعطيك باصات مثل تلك فقط سدد، لا تنتظر أنتوني ولا تبحث عن أنتوني لكي تعطيه الباص. فعلت جميع التحديات الخاصة بي. سأخرج يا صديقي، أترك المجال للاعبين، وأتمنى أن يسجلوا علينا هدفا بعد خروجي لكي تكون المباراة القادمة حماسية شيئا ما. من إذا فزنا عليهم بخمسة صفر الآن، هيا لكن نكشف كم هي النتيجة. 5-0، المباراة القديمة لن ألعبها. نعم 5، واو. قلتها فقط عشوائيا. فإذا بنا نكشف بأننا بالفعل فزنا بخمسة. 5-0 تساوي لن ألعب المباراة القديمة، لماذا سألعبها؟ كذلك هذه المباراة لألعبها ضد إسبانيول. سنأتي إلى هنا، سنفعل فقط الكويك سيم لأننا لازلنا متقدمين على ريال مدريد. هل فزنا؟ لا، تعادلنا. مشكلة، ريال مدريد إذا فازوا سيقتربون منا كثيرا الآن. سنلعب الآن ضد ليبزيغ في ملعبنا على ما أعتقد. المهم سنفعل السيموليشن. ادعوا معنا لكي يفوزوا علينا ب6-0. تخيلوا اذا فازوا علينا الان ب6-0. انتظرونا نكتشف. لا، تعادلنا، الحمد لله تأهلنا. 5-0 نفعتنا في المباراة السابقة. باريس سان جيرمان وليفربول لازالوا لم يلعبوا بعد، يعني اننا سبقناهم في هذه المباراة. لا نعرف ضد من سنلعب في النهائي. اتمنى باريس سان جيرمان، لان ليفربول قام ببيع محمد صلاح. محمد صلاح الان يلعب ضد توتنهام. نعم، لازالت بيننا 3 نقاط، جيد، يعني هذه المباراة كذلك لن ألعبها. فوزنا 5-1. ريال بيتيس فوزنا 2، سجلت هدف دقيقة 44. ليفانتي قام بشراء أوناحي المغربي يلعب مع ليفانتي. فوزنا مرة أخرى ضد ليفانتي، سجلت هدف، على الأقل نحن الهدافون. آخر مباراة في الليغا وبعدها نهائي تشامبيونز ليغ العالمي، وحينها سننهي أخيرا يا أصدقائي المباريات. نعم سننتهي، لأن لم تعد أي مباراة في الكالندار. هذه المباراة سألعبها لأنها مهمة جدا. ممكن ألعب فقط لا ليست مهمة. فوزنا، نعم لقد فوزنا بالليغا أصلا. توقعت بأن الفرق لازال 3 نقاط، لكن
ريال مدريد خسروا المباراة السابقة الخاصة بهم خسروا ونحن يا فوزنا يا ثقة. حسنا لن ألعب هذه المباراة بس أفعل لها الكويك سيم. اعتقدت بأن الفرق لازال 3 نقاط، أردت لعبها لكي نتأكد بالفعل ونضمن الفوز، وبالفعل لقد ضمننا الفوز أصلا وسجلت هدفان. النهائي القادم خطير لأن باريس سان جيرمان هي التي تأهل. يا سلام، آخر مباراة بلاير أوف ذا تورنمنت أناونسد، أنا هو لاعب البطولة، شيء جميل. جولدن بوت، واو، حصلت على الحذاء الذهبي، انتظر انتظر، أول مرة سأحصل على الحذاء الذهبي في تاريخي. ليتس جو بلاير أوف ذا تورنمنت، يا سلام، أول مرة يا رفاقي سأحصل على هذا. شاهدوا الفاليو الخاص بي نقص لأن الفاليو الخاص بي كان 300 مليون، نقص لي 100 الآن نقص لي 198 مليون، لكن الأرباح التي أربحها في الأسبوع هي 700 ألف. بحثت في ريديت واكتشفت بأن هناك أشخاص يربحون يا أصدقاء أكثر مني على حسب الشخصية، إذا قمتم بصناعة شخصية قصيرة سريعة فإن الأرباح ستكون مرتفعة. وأقصى حد في القوة يمكنكم الوصول له هو 98 لحد الآن، أقصى حد وصل له أحد الشباب هو 98. لازلنا بعد لم نكتشف الشخصية كم يجب أن يكون وزنها وكم يجب أن يكون طولها لكي تصل لـ 99 لحد الآن، لازلنا مكتشف، لكن أقصى حد هو 98. بالنسبة لي أنا 96 تكفيني لأنني وضعت طولي الحقيقي ووزني الحقيقي في هذه اللعبة، يعني 96 أمر رائع. بما أنني فزت بالحذاء الذهبي علي ارتداء حذاء ذهبي، وعدت نفسي بأنني لن أرتدي الحذاء الذهبي حتى أحصل على الحذاء الذهبي وأفوز به بالفعل. الحذاء الذهبي الأسطوري بالفعل، نحن قمنا بارتدائه وسنلعب به النهائي نهائي تشامبيونز ليج. نحن مرتاحون، النادي الخصم مرتاح كذلك، جميع الكؤوس فزنا بها، وصلنا لنهاية مسيرتنا الكروية. هاتي آخر مباراة سنلعبها مع النوادي، وأكيد سيتبقى لنا فقط كأس العالم لكي نفوز بكأس العالم، وبعدها الشيء الذي سيحدث هو أنني سأعتزل يا أصدقاء المسيرة الكروية. لدي أكثر من 50 مليون أورو في حسابي البنكي، لا أحتاج للأموال نهائيا. ممتاز، هيا من هناك، دمرته، لم يضغط عليه جيدا ذلك المدافع، لو ضغط عليه جيدا كان سيمنعني من تسجيل هذا الهدف. مسكين مبابي دائما عندما ينافسني فإنه يخسر. مبابي مع الأسف أنت جيد في الحياة الواقعية لكن في اللعبة ليس بيد حيلة يا صديقي، لقد تدربنا تطورنا وقمنا بتدميرك يا صديقي مبابي. يستمتع بكأس الليغا، هيا اضغط، اذهب عنده، جيد، هيا. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل ذلك الحارس؟ الشيء الذي فعلته هو ابني ضغط يا اصدقاء، استعملت الاصدقاء لكي يضغطوا وانا ذهب جالس هناك، في الاخير اعطاني باس، شاهد عندما ضغطنا عليه، شاهد الحارس المسكين عادت له الكره. نعم ضربت فيه، المدافع خاف عندما ضغط عليه ذلك الشخص وعطاه باس قوية، والمسكين الحارس لم يعرف كيف يتعامل معها فضربت الكرة فيه. أرادوا شرائي، تخيلوا باريس سان جيرمان أرادوا شرائي، كنت سأذهب عندهم لو أعطوني مال جيد، لكن أعطوني 510 مليون وأنا أربح مع النادي السابق الخاص بمانشستر سيتي 600 ألف. كيف أنني سأقبل بمبلغ ضعيف لكي أنتقل؟ بطبيعة الحال علي القبول بمبلغ جيد. الحذاء الذهبي صراحة رائع معي، واو تسيدة جيدة. أصبحت أكتشف طريقة تسجيلاتي العرضية، تشاهد ممكن أن يسجلها الشباب مرة أخرى هكذا وبعدها نملأها بهذه الطريقة، راقبوا، لا بعيدة شيئا ما، بعيدة شيئا ما، لكن علي ملؤها أكثر من النصف بشويش فقط، أكثر من النصف. إذا ملأتهم أكثر من هذا فإن الكرة ستكون بعيدة، لن يضربها بشكل جيد. هذه المباريات كلها التي لعبناها مؤخرا سهلة، فزنا دمرناهم، ووقت الاعتزال لقد اقترب، بقي فقط كأس العالم. إذا استدعاني بطبيعة الحالة المنتخب المغربي سنلعب كأس العالم يا أصدقاء، ونتمنى أن نفوز. كأس العالم فإنه يأتي كل 4 سنين، لست متأكد، كأس إفريقيا ممكن أنه غير موجود في هذه اللعبة لأنهم لم يقوم باستدعاء. خذ دمره، جيد، لا 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 أنهيناهم، ممتاز كونتر أتاك هذا، أحسنت، خذ، هيا أنطوني، واو أنطوني مرة، ياي تسديدة خطيرة ذلك الشخص لديه الفولاد في الرجل، تسديدة فولادية ذكرني بتسديدة تشيفشينكو، خطير مهاجم ديبوا، تسديدات عالمية، ممتاز أعدتها، ذهبت، هيا أنطوني يا رب، أنطوني يا رب، دمر يا أنطوني، جميل، 9.9 يا أصدقاء فريتي، ما هذا؟ الدقيقة 33، يجب علينا ترك الفرصة للشباب في الاحتياط لكي يدخلوا، لكني أريد يا أصدقائي رؤية الكأس، لهذا السبب سأتابع هذه المباراة، من الضروري إنهاء هذه المباراة لكي نرى الكأس، نشاهد الكأس، ونقوم بحمل ذلك الكأس. هيا ذهبت،
جيد، باص رائع ممتاز، عرضيات مميزة جدا. يا سلام، لا لا لا، خطة باريس سان جيرمان هي التي جعلتها لكي لا تكون فعالة ضد خطتنا، لأننا نحن نلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة دمرناهم، كذلك يلعبون بأربعة ثلاثة ثلاثة لكن دمرناهم يا أصدقاء. لا أعرف، واو جيد الحارس صدها، لا كمطرتك خطيرة هاتي، عرفت يا أصدقاء، أعطاه باس مميز جدا، استغلها إلماس وسجل ذلك الهدف. صديقنا راس الحربة قد خرج، دخل اللاعب رقم 9. سبب ضغطهم هو أنه قام بتغيير الخطة، الآن المدرب الخاص بهم غير الخطة. أنا دا سأعود، هيا اعطي الكرة، أحسنت، ذهبت، لا لا لا، هيا هيا جي 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 جي، لا مشكل لا مشكل، هنا مع الأسف باصي، واو واو باص خطير هذا، هيا يا سلام. في هذه الأثناء هذه العرض سنحاول اكتشاف الأمر، ممكن أن تتسجل هاتي، راقبوا ناو، هيا نهاية المباراة، فزنا يا أصدقائي، سجلنا في الشوط الأول، الشوط الثاني أتوقع بأن لم نستطع تسجيل أي هدف، لكننا فزنا بالتشامبيونز ليج، فزت بالكرة الذهبية، أفضل لاعب في العالم، فزت بالحذاء الذهبي، أنا هو الهداف في الليغا، في الكوبا ديل ري، الهداف كذلك في الشامبيونز ليج، وصلنا للنهاية تقريبا، لدي أكثر من 50 مليون في حسابي البنكي، واعتزالي سيكون مع نادي برشلونة، تمنيت لو قام نادي ريال مدريد بشرائي، لكن مع الأسف لم يثقوا في قدراتي، برشلونة وثقوا في قدراتي، اشتروني، وها نحن نحمل الآن كأس أبطال أوروبا. فزنا بالشامبيونز ليج، فزنا كذلك بأفضل لاعب في التورنمنت في الشامبيونز ليج، وهاتي الكؤوس التي فزنا بها، ليغا سانتوندير، سوبر كوبا خسرنا بسبب المدرب، فزنا بالكوبا دي اسبانيا، فزنا بكأس آسيا كذلك، وبعدها تشامبيونز ليج. وبهذا سنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن عجبتكم، ممكن أن تكون هذه آخر حلقة، لكن إذا قام المدرب باستدعائي في كأس العالم لكي أمثل المنتخب المغربي، بطبيعة الحال سأمثله لأنني لازلت لم أفوز بعد في كأس العالم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله ولدار صديق وداعي، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.